أهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص مع السيد نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا الإسلامي. أهلا بك أستاذ نضال. أهلا بكم أستاذ نضال. نبدأ هذا اللقاء يعني بالحديث عن منذ عامين تم تأسيس مصرف الصفا الإسلامي، يعني نتحدث عن بدايات تأسيس هذا المصرف وأهم الأسس التي قام عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. مصرف الصفا مصرف إسلامي، وهو البنك الإسلامي الثالث في فلسطين. كان من أهم أهداف تأسيسه ومن الرؤية التي كانت تراها سلطة النقد أيضا رفض السوق بمنتجات حديثة، منتجات مستحدثة متداولة في الأسواق العالمية، بعيدا عن المنتجات الإسلامية التقليدية. المنتجات الإسلامية التقليدية للعلم وهي المرابحة على سبيل المثال، وهي مشهورة جدا ومتداولة بالسوق بنسبة عالية في فلسطين، تتجاوز 90% من العمليات البنوك الإسلامية هي بصيغة المرابحة، أو الصيغة الأخرى وهي أقل انتشارا ولكنها موجودة تقليديا، الإيجارة، الإيجارة المنتهية بالتمليك على أسس أو على صيغة إسلامية، بصيغة إسلامية. يوم نحكي عن مصرف الصفا بلش كيف، رأس ماله كيف كان، هو مساهم عام، من نحكي شوي عن هاي التفاصيل. مصرف الصفا هو طبعا من أوائل البنوك اللي التزمت بقرار سلطة النقد برفع رؤوس الأموال إلى 75%، فكان أكبر رأس مال بنك أو مصرف إسلامي فلسطيني 75%. طبعا تلتوا البنوك الأخرى، لأن البنوك الأخرى يتوجب عليها أن ترفع رأس مالها إلى 75 مليون، سواء البنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية. اليوم لما نحكي عن مصرف الصفا بعد عامين على تأسيسه، نحكي عن أهم الخطوات اللي خطاها فيما يتعلق بعالم الصيرفة في فلسطين وأيضا الإنجازات. يعني خلال هذه الفترة البسيطة وبفضل الله طبعا، مصرف الصفا أصبح من البنوك التي يشار إليها بالبنان في عالم الصيرفة الإسلامية في فلسطين. مع حداثة نشوء هناك بنوك إسلامية في فلسطين مكثت أكثر من عقد من الزمن ولم يكن أحد يسمع بها، وهذا الحكي ليس تجنيا أو انتقاصا من قيمة أحد، ولكن هذا السوق أنتوا المشاهدين أو المتابعين تلاحظوا. إحنا خلال فترة لا تعتبر بسيطة جدا، سنتين في عمر البنوك، بفضل الله أصبحنا من البنوك اللي معروفة إنها من البنوك النشطة، من البنوك التي أدت إلى تصحيح نظرة بعض الناس إلى أن البنوك الإسلامية دائما أسعارها مرتفعة جدا بحجة الإسلامية. صحيح. مصرف الصفا أصبح ينافس البنوك التجارية الكبرى بالأسعار، سواء أسعار التمويل أو أسعار الودائع، وبالتالي البنوك الأخرى بدأت ترى في مصرف الصفا منافسا لها، حتى البنوك الكبرى. أنا لا أتكلم عن قطاع الصيرفة الإسلامية، البنوك الإسلامية والبنوك التجارية ترى في مصرف الصفا منافسة له، رؤية ووجود وحضور فرضوا على السوق بفضل الله. اليوم نحكي عن مصرف الصفا، كم فرع له في الضفة الغربية، وهل هناك خطط ليكون موجود في قطاع غزة أيضا؟ مصرف الصفا بدأ في رام الله، انتشر في المدن الرئيسية في محافظات والتجمعات الفلسطينية في الخليل وفي نابلس. نابلس هنالك أيضا مكتب في جامعة النجاح، والآن على وشك افتتاح فرع في جنين وفرع في البيري، وتغطية باقي مناطق الوطن بصورة كاملة. غزة لا فرق بينها وبين الضفة. نحن نرسخ وجودنا بسبب التبعات الإدارية. صحيح. أكثر منها الإدارة لتأسيس الفروع ليست شغل من المهمة، ليست مهمة سهلة بصراحة، خاصة أن تنتشر خلال سنتين بفروع 4 أو 8 فروع،
هذا الحكي بحاجة إلى إدارة إذا كنت تريد أن تدير العملية بطريقة مهنية. من السهولة أن أجي أفتح فروع في كافة المناطق، ولكن ذلك له تبعات أعتقد من خبرتنا اللي تجاوزت تقريبا 3 إلى 4 عقود، نعرف شو معنى فتح فرع وشو كلفته الإدارية وشو يتوجب عليك أنت وحضورك أن تفتح فرع في منطقة معينة. ليس ذلك بالأمر الصعب، لكن أن تنجح وتتابع هذا الفرع هي المشكلة. اليوم نحكي عن مصرف صفاء فيما يتعلق ب يعني أهم ما يميز عمل هذا المصرف وبرامجه مقارنة مع المصارف العاملة في فلسطين. أشكرك على هذا السؤال لأنه هو صلب الموضوع وصلب الحضور اللي مصرف الصفا يعني يريد أن يكون في بؤرة هذا الموضوع، لأنه أن تأتي وتنافس البنوك بما لديها يعني ستبقى ضعيفا بسبب العمق التاريخي للبنوك الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية. إحنا بدأنا بخدمة المجتمع بطريقة غير مباشرة، يعني أن نطرح منتجات جديدة. هنالك العديد من المنتجات الجديدة ونحن على اطلاع بها وهي في على الطريق للطرح في السوق إن شاء الله، ولكن رأينا أن نبدأ بما يخدم المجتمع من منتجات ويحقق الربحية في نفس الوقت. قد تكون الربحية من المنتجات التي سأذكرها قليلة نسبيا، وقد يكون تمويل عقار يحقق أرباح أضعاف مضاعفة لهذه المنتجات. فأخذنا على عاتقنا طرح منتجات تخدم المجتمع وتلامس عواطف المجتمع، بحيث أن الناس يتذكروا أنه مصرف الصفا أتى بشيء جديد ليس فقط هدفه الربح. نعم، هدف المصرف الصفا كباقي البنوك كباقي الإسلامية وغير الإسلامية الربح، لأن هنالك مساهمين وهنالك مجلس إدارة يحاسب الإدارة على الأرباح في النهاية. صحيح، بس أنا تحكي إنه في ربح بس في المقابل في كمان مسؤولية تجاه المجتمع. نعم، فبدأنا بطرح منتج مهم تحت برنامج علاج، برنامج صحي، وبدأنا بتوقيع اتفاقيات مع كافة المراكز المهمة من المستشفى الاستشاري إلى المستشفيات في نابلس إلى مراكز المساعدة على الحمل والإنجاب. صحيح. الهبة، بدأنا مع الهبة دكتور عدوان البرغوثي والدكتور مع المركز رزان أيضا أبو خيزران مع دكتور سالم أبو خيزران، وبالإضافة للخدمات الصحية الأخرى. ولكن وجدنا البرنامج المساعد على الإنجاب برنامج يلامس صحيح. مشاعر المجتمع صحيح. ويساعد الطبقة الغير قادرة على دفع قيمة الكلفة أو كلفة العلاج مرة واحدة. قمنا بالتعاون مع هذه المراكز، وهذه المراكز للحق يجب أن نذكر أنهم قاموا بالتعاون معنا بتخفيض القيمة، بحيث أنه المحتاج لهذه الخدمة سيدفع نقدا دون أي تأثر بأي ربح أو هامش معين. صحيح. يضاف كان كما لو كان يذهب إلى المستشفى مباشرة. لنفترض وحدة العلاج قيمتها 10,000 شيكل، هو سيدفع 10,000 شيكل، لا يوجد أرباح للبنك ولا يوجد هذا بالتعاون فيما بين المصرف وبين المراكز الصحية. للحقيقة كانوا متعاونين ولاقت نجاحا وقبولا، وأثرت سمعة البنك بخدمة هذا المجتمع. كما طرحنا برنامج درجات وهو أيضا خدمة اجتماعية مهمة. هذا البرنامج نحن نقوم بشراء الخدمة من الجامعة ومقعد الدراسة، ونقوم ببيعه بالتقسيط للطالب. يعني هذا البرنامج بيستهدف فئة الطلاب. لفئة الطلاب. فإحنا استهدفنا فئة المحتاجين
للعلاج الصحي أو الخدمة الصحية. صحيح. وثم الطلاب، وهم شريحتين مهمتين في المجتمع لم يكن أي بنك يوليهم أي عناية، كانوا كأي مقترض يذهبوا للبنوك، فيش خصوصية لهم. نعم، فيش خصوصية. الآن مصرف الصفا بدأ بهذه الخدمات، وهنالك خدمات أعتقد لن يتسع وقت البرنامج للحديث عنها بكل أمانة. هنالك لدي أنا شخصيا العديد من المنتجات التي طرحت والتي ستطرح إن شاء الله، مما يميزنا عن أي بنك آخر لم يكن ليطرحها. واحنا بنحكي كمان مصرف اسلامي، كمان دائما في خصوصيه. نعم. هي الصعوبه انك تجيب منتجات. صحيح. للمواطنين تتوافق واحكام الشريعه الاسلاميه. دائما انا تحدي بشير هذا. بشير في كثير من اللقاءات انه في عندك حوالي 20% او اكثر من الطلب على الخدمات المصرفيه الاسلاميه غير مغطى. ما هو مغطى؟ كان قديما بحدود 9%، ارتفع خلال السنوات القليلة، ولكن أنا بعتقد أنه في لا زال هنالك هامش 20% لم يغطى بسبب نوع الخدمة المقدم، المنتج المطلوب قد يكون غير متوفر. إذا ما وفرت السعر. صحيح. والمنتج بالوقت المناسب للمواطنين ستغطي، ستأخذ من حصة 20%. لا داعي لمنافسة على 10% اللي بتغطيها البنوك الإسلامية القديمة قديما في فلسطين وحتى الآن. أنت هنالك مجال 20%، ابحث عن 20% لتغطيتها. حتى البنوك الأخرى يجب أن تبحث عن 20% التي لم تغطى. إني أتنافس أنا والبنوك الأخرى على 10%، يعني هذا شغلة مزعجة، ويعني إذا بدي أعطيك أقل أو أكثر من البنوك الأخرى مشان أجيبك عندي متعبة. إذا أنت اخترقت أسواق جديدة ومنتجات جديدة، الناس بيجوا عندك بدون. وهذا اللي عم بنشوفه في مصرف الصفا، يعني أنت بتروح قطاعات البنوك الأخرى والمصارف الأخرى ما شكر. لذلك النمو الموجود في مصرف الصفا بفضل الله يرضي مجلس الإدارة والمساهمين، مع أنه زي ما حكيت لك ببداية الحديث إحنا حديثين نشوء. صحيح. فأن تنشأ في ظل بيئة منافسة في القطاعات، في البنوك التجارية والبنوك الإسلامية، وترسخ أقدامك وتجد موطئ قدم لك في سوق الصيرفة في فلسطين، هذا إنجاز بحد ذاته. كمان من الأشياء الإيجابية لمصرف الصفا، مؤخرا انضميت لعضوية مجلس إدارة المجلس العام للبنوك الإسلامية في العالم. حدثنا عن أهمية هذه الخطوة وأثرها على مصرف الصفا وأيضا على قطاع الصيرفة في فلسطين. صحيح، هذه خطوة مهمة أعطت للصيرفة الإسلامية في فلسطين بعد جديد. لم ننضم للعضوية فقط، احنا فزنا بفضل الله بعضوية مجلس إدارة المجلس العام. وهذا الحكي يعني أنت وضعت في مصاف البنوك الكبرى، بنك الإسلامي للتنمية، مصرف أبوظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، فأنت تجلس معهم في اجتماع مجلس الإدارة مصرف الصفا، المقابل له مصرف أبوظبي الإسلامي ولا بيت التمويل الكويتي ولا كبرى البنوك العالمية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي برعى نشاطاتهم. الآن في مؤتمر إن شاء الله سأشارك في متحدث يعني بدعوة من البنك الدولي بصفة عضو مجلس إدارة في السبافي اللي هي المجلس العام للمنظمات والمؤسسات الإسلامية. أن يدعى مصرف الصفا من قبل نشاطات أو تدار من قبل البنك الدولي والمنظمات الكبرى العالمية، صحيح، ليس فخرا لمصرف الصفا، هذا فخر لفلسطين، للصيرفة الإسلامية في فلسطين. أنت وضعت
لك موطئ قدم في المحافل اللي لم تكن تسمع بالصيرفة الإسلامية أو قد لم تكن تسمع بالصيرفة بصورة عامة في فلسطين. وبتخيل كمان هاي الخطوة ما جاتش من فراغ، يعني اختيار مصر في الصف ليكون في مجلس إدارة، يعني المجلس العام للبنوك الإسلامية في العالم، مش من فراغ. نعم، كان هنالك بعض الاعتراضات عند الانتخابات في المجلس الإدارة أنه المصرف لم يتجاوز السنة، فإنه شو الإضافة؟ العلاقات الدولية للعلم من يحددها إدارة تنفيذية للمصرف، سواء عمره 6 أشهر ولا 6 سنين ولا 60 سنة. أنت حضورك الشخصي هو المهم، أن يكون أن تكون الإدارة التنفيذية على علاقة مع العالم بطريقة صح، هي تعطي بعد للمصرف نفسه، للبنك اللي موجود في فلسطين، وللبلد نفسها. صحيح، تعكس الصورة. نعم، يعني قد يكون بعض البنوك عمرها أضعاف مضاعفة لمصرف الصفا، لعمر مصرف الصفا، لم يكن أحد ليسمع بها في الخارج. صحيح، العلاقات العلاقات الشخصية للمصرفيين هي المهمة، وهي التي تحدد انطلاق البنك إلى محافل أخرى. يعني بسهولة تأتي في من خلال العلاقات بمنتجات جديدة، بأشياء جديدة لخدمة الصيرفة في فلسطين. صحيح. اليوم نحكي كمان فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لمصرف الصفا والريهين، السنوات القادمة وين بتلاقوا حالكم وشو رؤيتكم؟ مصرف الصفا أعتقد أنه من خلال الرؤية اللي اخططها واللي نجحنا إلى الآن بفضل الله في رسم معالمها في فلسطين، أعتقد سيكون الوجهة الأولى لكل من يرغب بالتعامل بطريقة مختلفة عن البنوك الإسلامية وحتى عن بعض البنوك التجارية. هنالك شريحة، أنا أركز على أنه أنا هنالك شريحة لدي من المستثمرين والمودعين من الإخوة المسيحيين. هذا الحكي يعني هذا شيء لافت صراحة. نعم، هذا إنجاز ليس فقط لمصرف الصفا. أنا لدي خدمة مصرفية، إذا كنت أحقق هدف أو طموح الإخوة بغض النظر عن صحيح. حتى لو لم يكن مسلما متدينا، صحيح، ولا كان غير مسلم، ودي أعمل مع البنك، هدف الخدمة. صحيح. إذا أنا بقدم له خدمة وممكن أقدم له منتج يلبي رغبته غير تقليدي، سيأتي لدي. صحيح. وهم يعني من أتى منهم ودون ما ذكر اسمه، صحيح، هم يعني ممتنين لطريقة التعامل والخدمة التي يلاقون مصرف الصفا. وهذا الحكي بعتقد رح يعني يعطي بعد آخر للصيرفة الإسلامية في فلسطين. المصرف الإسلامي يعني مصرف الصفا لم نكتب في العنوان مصرف الصفا الإسلامي بوضوح، هو مصرف يتوافق عمله وأحكام الشريعة الإسلامية. معنى أن يتوافق عمله وأحكام الشريعة الإسلامية لا يعني أنه موجه فقط لقطاع المسلمين المتدينين، أي مواطن ممكن يجد في مصرف الصفا ضالته في الخدمة اللي هو بده إياها. وإحنا مجتمع متنوع يعني بالآخر. 100%، يعني أنا لم أسمع بقضية مسيحي ومسلم وغيره. صحيح. في فلسطين. صحيح. يعني أشياء مستحدثة وغير. صحيح. وغير يعني سليم. في خطط لتوسعكم؟ افتتاح فروع جديدة مستقبلا؟ إحنا الآن جنين أنهينا الأعمال الميدانية، الآن سلطة النقد ستفحص قريبا الجاهزية، وسيتم الافتتاح بداية الشهر القادم إن شاء الله. والبير على وشك أيضا. وهناك توجه للمناطق الأخرى جنوبا وشمالا، يعني أينما نجد حاجة لوجودنا سنكون هناك إن شاء الله. يعني الحديث يطول بصراحة عن موضوع نشاطكم وعملكم وخدماتكم في مصرف الصفا. كلمة أخيرة لك السيد نضال للجمهور، للمواطن الفلسطيني. احنا أولا نشكر الجمهور والمواطن الفلسطيني على الدعم اللي وجده مصرف الصفا، لولا الدعم المواطنين لتوجهنا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من حيث الودائع وحجم التمويلات، واللي خلال سنتين بفضل الله يعني يعتبر
مؤشر جيد على النجاح المتوقع إن شاء الله. نحن نعد المواطنين بأن نقدم لهم ما يلبي احتياجاتهم فقط. لن يكون طرح المنتجات الإسلامية المنتجات الصيف المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية حكرا على الناس اللي فقط بدهم يتعاملوا بالصيرفة الإسلامية. نحن نقدم الخدمة المصرفية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن قد يستخدمها من هو مسلم متدين ومن هو مسلم غير متدين ومن هو غير مسلم. صحيح. على نفس الدرجة. نعم. مدير عام مصرف الصفاء الإسلامي السيد نضال البرغوثي، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذا اللقاء، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.